مر عليك. طيب والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، ما حكم رجل أفطر في رمضان وهو يعتمر؟ وهو؟ وأنا معتمر أفطرت في رمضان. طيب. هل على خير غضاء شين؟ طيب شكرا يا عبد الله. سأل عن المعتمر إذا أفطر. إذا كان إقامته في مكة ثلاثة أربعة أيام فأقل له أن يفطر، أما إذا أقام في مكة أو كان ينوي الإقامة في مكة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز له الإفطار لأنه أصبح مقيما. نعم.